السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. من الهيئة بارك نحييكم التجمع الخامس إن شاء الله. إذا احنا شغالين في فيلا فهنتكلم عن الديزاين. الديزاين النهارده في الحمام اللي احنا فيه دوت، حمام عرضه حضرتك 1.90 متر في طول 2.30 متر، يبقى 1.90 متر في 2.30 متر. أول حاجة حضرتك احنا بنعملها في الديزاين ما بنشتغلش وخلاص، لازم اشوف طلبات العميل ايه وبناء عليه ببدا احدد الفرش والرسم اللي احنا عايزين نوصل ليه في النهايه. طيب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مبدئيا انا عندي كابينه شاور هتيجي بالطول هنا كده، عرضها بنفس عرض الريشه بتاعت الباب. انا عندي عرض الريشه بتاعت الباب 85 سم اللي هي الجزء الدرع ده يا عم مصطفى. فاقف انت مبالغ شويه يا حبيبي، مش انت جايب النص اللي هي القصيره صح؟ هنا كده عندي حاجه تيجي معايا بالعرض دوت ال 85 سم بالقلم ده زي ما ستك شايف كده. فاصبح معايا انا سبت البارتيشن بتاع السكوريت بتاعي هنا، يبقى عندي الخلاط، عندي بعد كده الحوض. حضرتك احنا اخدت الحوض نفسه هيبدا بيونت معايا برخامه من اول العلام ده لحد اخر الجدار هناك، او يقف بيونت في النص لحد الخيط بتاعي دوت. ليه؟ لو العميل حب يكمل ماشي، حب يقف ماشي. طيب الحوض هنحطه على بعد كام؟ انا عندي فيه بروز قاعده من هنا كده 70 سم، اسف 60 سم، لان الصندوق مدفون جوه الحيطه. فانا حضرتك انا برست ال 60 سم، عملت العلام بتاعي هنا كده، ده كده ال 60 سم اللي هو نهايه بروز القعده، عشان لما اجي حضرتك تبقى القعده معايا هنا كده اهي، الجردل ده اللي هو نهايه القعده، لا مؤاخذه يعني، انا اسف في التشبيه، الجردل ده نهايه القعده. فانا عايز لما اقف على الحوض يبقى رجليا مش خابطه في القعده، ولا رجليا خابطه في السكوريتي اللي هنا. يبقى حضرتك انا عندي بعد ما خدت قيمه القعده هنا وخدت قيمه الحوض هنا، في حد بيرن ماشي، هنفس دلوقتي